دليمي سيتو رئيس جمعية أطفالنا للتضامن العملي الاجتماعي. نحن اليوم نتواجد في مقر مركز أحود حي مولاي رشيد التابع للتعاون الوطني، هو اللي عند الجمعية فيه المقر، دائما نوزعوا فيه هذا سنويا ودائما نعدلوا فيه الأنشطة ونعدلوا الأنشطة برا عنهم. نحن كعادتنا الجمعية كل عام نوزع على الأسر المعوزة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وهذا الشهر يدخلوا علينا بالبركة والخير والسلامة، وشهر الخير والمحبة والمودة والناس فيه التسامح. وقسمنا اليوم على 70 عائلة من العائلات المعوزة بجهة الداخلة وادي الذهب. كعادة الجمعية دائما ندير الأنشطة الاجتماعية والأنشطة هذا الخيرية، وعندنا ياسر من الأنشطة، وهذه من الأنشطة اللي نديروها سنويا. والجمعية تقوم بعدة أنشطة، فيها ملتقيات المرأة وفيها الختانة وفيها ياسر من الأنشطة اللي تصب في الحالات الاجتماعية في المسائل الاجتماعية المسائل الخيرية. دائما نديروا التوزيع في رمضان ونديروا ملي أعياد أعياد الأضحى في العيد، نقسموا الأعياد ونعدلوا الملابس للأطفال. ياسم من المساء نعدلوها.